السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بهذا الفيديو حجاوب على سؤال مكرر بالتعليقات، هل يا ترى لعيبة المنتخب بيقبضوا أموال أو رواتب شهرية من المنتخب أو أثناء فترة لعبهم مع المنتخب؟ طبعا جاوبت على هذا السؤال قبل حوالي سنتين، لكن بهذا الفيديو رح أعطي معلومات أكثر وإضافات أكثر على الموضوع لتفهم الموضوع بشكل كامل. أول شغلة يا شباب، ما في شيء اسمه راتب شهري للاعب بيلعب مع المنتخب، يعني المنتخب السوري أو المنتخب العراقي أو أي منتخب بالعالم ما بيعطي رواتب شهرية لأي لاعب، لأن ما في عقد رسمي بين اللاعب والمنتخب. ليش ما في عقود رسمية بين المنتخب واللاعب؟ لأن هذا منتخب بلد بيستدعي اللاعب، واللاعب بيلعب كواجب وطني لا أكثر ولا أقل. أي أنه المنتخب ما بيقدم عقود لأي لاعب كرواتب شهرية، لأن اليوم ممكن يتم استدعاء هذا اللاعب للمنتخب وبعدها بمبارتين أو ثلاثة ما يلعب أبدا مع المنتخب. واللي بيحصل على رواتب ثابتة مع المنتخب هو مدرب المنتخب والأجهزة الفنية اللي مع هذا المدرب فقط لا غير. طيب والسؤال، شو بيستفيد اللاعب من خلال لعبه مع المنتخب؟ يعني ممكن يتعرض لإصابة، ممكن يتعرض لأزمة، ممكن يتعرض لمشاكل، فشو بيستفيد إذا ما عم بيقبض أموال؟ أول شغلة بيستفيد اللاعب إنه بيلعب وبيمثل منتخب بلده، وهذا فخر وحلم لأي لاعب إنك تلعب وتمثل وتلبس قميص منتخب بلدك. وتاني شغلة كمان، بترتفع القيمة التسويقية للاعب إذا بيلعب مع المنتخب، فهذا عامل إيجابي للقيمة التسويقية، بيرتفع سعر اللاعب ممكن للضعف أو إلى 4 أضعاف. وتالت شغلة واللي هي الأهم، إنه المنتخب مرهون بالبطولات والإنجازات، إذا حقق بطولات وحقق إنجازات فأكيد اللاعب بيستفيدوا. وبهالحالة ما في رواتب شهرية للاعيبة المنتخب، لكن بالمقابل في نظام حوافز ونظام مكافآت. ما بعرف إذا في نظام حوافز بسوريا، لكن أكيد في نظام مكافآت، هذا اللي بسمعه. وإذا بدنا نحكي عن المكافآت، فبمجرد أنك تتأهل لكأس آسيا فالاتحاد السوري ممكن يستفيد بمبلغ يوصل لـ100,000 دولار، وهذا الـ100,000 دولار كمكافأة على التأهل، وممكن تتوزع على لاعيبة المنتخب وللجهاز الفني والإداري. ومن خلال هذا الشيء اللاعب اللي شارك بالتصفيات سواء كان احتياط أو سواء كان أساسي، سواء لعب مباراة واحدة أو ما لعب أي مباراة، فرح يقبض مصاري مكافأة كونه لعب بالتصفيات مع المنتخب السوري أو مع أي منتخب تاني. وكمان الكابتن فجر إبراهيم ممكن يحصل على مكافأة لكونه كان مدرب لمنتخبنا خلال فترة التصفيات بـ5 أو 6 مباريات. وهيك بنفهم من القصة يا شباب أنه لعيبة المنتخب ما عندهم رواتب شهرية، لكن بيقبضوا مكافآت في حالة تأهلوا لكأس آسيا، تأهلوا للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، تأهلوا لكأس العالم. كل هالتأهلات وكل هالمراحل اللي بتخلصها مع المنتخب ممكن تقبض حقها مصاري ومكافآت مالية ضخمة. طبعا يا شباب الجوائز مختلفة من كأس لكأس ومن بطولة لبطولة، يعني إذا بتتأهل لكأس آسيا في مبلغ مالي، لكن إذا بتتأهل لكأس العالم المبلغ المالي ممكن لـ10 أضعاف، يعني ممكن توصل للـ2 مليون يورو كمجرد تأهل لكأس العالم. وهاي هي كل القصة، المبالغ اللي بيقبضها لعيبة المنتخب ما نو رواتب، مجرد مكافآت وحوافز، وهذا الشيء فيك تعطيه مثال على أي منتخب بالعالم. بتمنى يكون الجواب واضح وسريع. وهلأ خلونا مع فقرة التعليقات. الأخ حسن الحج عم بيسأل، دكتور أنا صار تاني مرة بسألك ما عم بتجاوبني، دكتور أنا بدي أسألك سؤال، إذا اللاعب دخل جول وشلح القميص والحكم عطاه بطاقة صفرة ولما رجع للفار لغى الجول، البطاقة الصفرة بتضل ولا بتروح؟ البطاقة الصفراء مخالفة سلوك، يعني مخالفة سوء سلوك، سواء بالفرحة أو بالغضب، سواء سجلت الهدف أو ما سجلت الهدف، بمجرد ما شلحت القميص هاي فيها مخالفة، فيها مخالفة سوء سلوك، فلذلك ما بتروح البطاقة الصفراء. والسؤال الثاني، إذا لعب رمية تماس اتجاه الحارس ودخلت جول دون ما يلمسها الحارس، شو بتعتبر؟ إذا الكرة ما لمست أي لاعب وما لمست الحارس فما بتعتبر جول، سواء من اللاعب المنافس أو حتى من اللاعب اللي بيلعب مع الحارس. رمية التماس من دون ما يلمسها أي لاعب ما بتعتبر جول. الأخ حسين عم بيسأل، دكتور داني أتمنى لو تعلق على أعطاء العراق 3 مقاعد بدوري أبطال آسيا، 1 مباشر و2 ملحق. بصراحة أخ حسين أنا بشوف أنه الدوري العراقي والأندية العراقية بتستحق التواجد بدوري أبطال آسيا أكثر من التواجد بكأس الاتحاد الآسيوي. يعني الأندية العراقية قوية جدا، أندية جماهيرية، أندية عم تشتغل على حالة، في ملاعب، في جمهور، في متابعة. لكن السؤال الأهم، هل حتشارك بدوري أبطال آسيا لمجرد المشاركة، لمجرد فقط أنك تشارك بدوري أبطال آسيا، ولا بدك تطمح للفوز باللقب؟ إذا بدنا نحكي على الطموح للفوز باللقب فالأمور بعيدة جدا عن كل الأندية العراقية. مع احترامي لكل الأندية العراقية، القوة الجوية، الشرطة والزوراء
بيحتاجوا لمحترفين من نوعية خاصة، على الأقل لاعب أو لاعبين، لاعب أو لاعبين بخط الدفاع أو بخط الهجوم يعطوا القيمة الكبرى للنادي. يعني مو أنه مجرد تشارك بدوري أبطال آسيا، نحن ما بدنا الأندية العراقية تشارك فقط لا غير، بدنا تحقق البطولات، توصل للدور نصف النهائي، وهذا الشيء ما بيجي إلا من خلال وجود كم لاعب محترف عنده خبرة بالمجال الآسيوي. يعني شفنا نادي الكرامة بال2006 كان أحد العوامل الرئيسية، عدا عن كون كان في جيل قوي، كان في المدرب ممتاز، لكن فابيو البرازيلي المحترف كان ممتاز جدا وساعد الكرامة وكان من المساهمين بتأهل نادي الكرامة إلى النهائي. وهون الأخ حسن حمدان عم بيسأل، أخي داني تقدر تختار أفضل 5 لعيبة مروا بتاريخ كرة القدم وليش؟ أخوك حسن. أخ حسن، بصراحة أنا رح أحكي عن أفضل 5 لعيبة مروا بالتاريخ خلال آخر 20 سنة، لأني بصراحة ما شفت لا مارادونا ولا شفت بيليه ولا شفت اللعيبة اللي لعبوا بالسنوات السابقة. وأكيد اختلاف كرة القدم بيخليك يعني دائما كل 20 أو كل 30 سنة تختار نوعية أساطير محددة، التكتيك بيختلف، المنتخبات بتختلف، يعني شغلات مختلفة تماما. فأنا راح أختار 5 لعيبة من اللي شفتهم، يعني من عام 2000 لعام 2020، يعني 20 سنة تقريبا. فيني أقول أنه رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان، توتي، ميسي وكريستيانو رونالدو. هلا ميسي وكريستيانو أكيد لا خلاف آخر 10 سنوات الاستمرارية، السطوة إنه استمروا بنفس المستوى، بنفس التهديف، بنفس الحالة التهديفية، بيحققوا دوري أبطال أوروبا، بيحققوا دوريات إيطالي إسباني. فاللعيبة بصراحة يعني آخر 10 سنوات فارق هائل عن بقية اللعيبة الموجودين بكل الدوريات. بينما توتي أكيد يعني هو اللاعب اللي أنا بشوفه حقق كأس العالم، حقق الدوري الإيطالي مع نادي روما، حقق كأس إيطاليا مع روما، روما مانو هالنادي القوي جدا وعم بيحقق مع نادي روما بطولات محلية، وكأكيد حقق كأس العالم بال2006 وكان أفضل لاعب صانع ألعاب بالبطولة، فلذلك بختار توتي. رونالدو الظاهرة، بصراحة اللي ما شاف رونالدو الظاهرة ما شاف لاعب المهاجم رقم 9. المهاجم رقم 9 يتلخص برونالدو الظاهرة، يتلخص بهذا اللاعب فقط لا غير. زين الدين زيدان بصراحة أنا مغرم بهذا اللاعب من 98، يعني هو وتوتي كانت المنافسة، لكن اخترت توتي كوني شجعت نادي روما بفترة من الفترات. لكن بالمجمل إذا بدنا نحكي عن زين الدين زيدان فهو أسطورة بكل شيء، حقق كأس العالم، حقق كأس الأمم الأوروبية، بطولات مع المنتخب، بطولات مع الأندية، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، فكل شيء حقق زين الدين زيدان، وكان دائما بيكون اللاعب الأفضل. يعني مو مجرد أنك عم تحقق بطولات، دائما عم تكون اللاعب الأميز، اللاعب الأفضل، وهذا شيء مهم جدا. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.